اخباريهم جديد من اون لايف، اسعدتم اوقاتا. يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في قمة مجلس الأمن حول إصلاح عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي الرئيس بيان مصر أمام القمة الذي يتضمن استعراض الجهود المصرية في هذا الصدد، وكونها سابع أكبر دولة مساهمة في قوات حفظ السلام، حيث شاركت مصر في 37 بعثة أممية بإجمالي قوات تجاوز 30,000 فرد في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. كما يتضمن البيان موقف مصر من تطوير عمليات حفظ السلام الأممية سعيا للتوصل إلى رؤية متكاملة لمنع النزاعات واستدامة السلام. وكان الرئيس السيسي قد ألقى كلمة مصر أمام الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد خلالها أن تجربة مصر مع الأمم المتحدة تجربة فعالة، حيث تعد سابع أكبر مساهم في عملية حفظ السلام على مستوى العالم، مؤكدا أن الشراكة الأممية هي لبناء عالم يستجيب لطموحات الشعوب في الحرية والأمن والرفاهية. وتشهد تجربة مصر الطويلة مع الأمم المتحدة كإحدى الدول المؤسسة لهذه المنظمة، والتي تم انتخابها عضو بمجلس الأمن لست مرات، وتعد سابع أكبر مساهم في عمليات حفظ السلام الأممية حاليا على مستوى العالم. تشهد هذه التجربة الطويلة أننا نسعى طوال الوقت لتحقيق ما نؤمن به من شراكة أممية لبناء عالم يستجيب لطموحات أبنائنا وأحفادنا في الحرية والكرامة والأمن والرفاهية. وبشأن الوضع في ليبيا، أكد الرئيس السيسي ضرورة دعم أجهزة الدولة الوطنية ومنع تحويل الدولة إلى مرتع للإرهاب، مؤكدا أن مصر مستمرة في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في ليبيا على أساس اتفاق الصخيرات الذي تم برعاية الأمم المتحدة. فلا حل في ليبيا إلا بالتسوية السياسية التي تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعا للصراعات القبلية ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر. وأؤكد هنا بمنتهى الوضوح أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية أو المناورة بمقدرات الشعب الليبي الشقيق، وسنستمر في العمل المكثف مع الأمم المتحدة لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات والتي تستلهم المقترحات التي توصل لها الليبيون. خلال اجتماعاتهم المتتالية في الأشهر الأخيرة في القاهرة للخروج من حالة الانسداد السياسي وإحياء مسار التسوية في هذا البلد الشقيق، وينطبق نفس المنطق على المقاربة المصرية للأزمات في العراق واليمن، فالدولة الوطنية الحديثة الموحدة والقادرة والعادلة هي الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية. أما ما يخص القضية الفلسطينية، فقد أكد الرئيس أن بقاء القضية دون تسوية يثبت عجز المجتمع الدولي، داعيا إلى حل دائم قائم على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67. إن الوقت قد حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة في منطقتنا العربية، وهي القضية الفلسطينية التي باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمي عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن. إن إغلاق هذا الملف من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية هو الشرط الضروري للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسي لاستعادة مستقلية الأمم المتحدة والنظام العالمي. كما أكد الرئيس أن مصر ملتزمة بمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره دون تسامح أو مواربة مع داعميه. لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمي أو العالمي بدون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب تقضي عليه وتستأصل أسبابه وجذوره، وتواجه بلا مواربة كل من يدعمه أو يموله أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملذات آمنة. وبصراحة شديدة، فلا مجال لأي حديث جدي عن مصداقية نظام دولي يكيل بمكيالين ويحارب الإرهاب في الوقت الذي يتسامح فيه مع داعميه، بل ويشركهم في نقاشات حول سبل مواجهة خطر هم صناعه في الأساس، ويتعين على أعضاء التحالفات الدولية المختلفة
الإجابة عن الأسئلة العالقة التي نطرحها من منطلق الإخلاص لشعوبنا، والتي يمتنع عن الإجابة عليها كل من يفضل الموائمة والازدواجية لتحقيق مصالح سياسية على أنقاض الدول ودماء الشعوب. طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي المجتمع الدولي بالوحدة لمواجهة الأفكار والتنظيمات المتطرفة، وشدد خلال حوار مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية على ضرورة الاستناد إلى استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب لا تقتصر على الوسائل العسكرية والأمنية فقط، بل تمتد لتشمل العناصر الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. كما أعرب السيسي عن رفضه لربط الإسلام بالإرهاب، مؤكدا أن نسبة الذين ينتهجون العنف من المنتسبين إليه ضئيلة للغاية. في تصريحات لأون لايف قال وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تشارك بفاعلية في حل الأزمات الإقليمية، مشيرا إلى أن مصر شاركت في الاجتماع الخاص بالوضع في سوريا وستشارك في اجتماع آخر حول ليبيا، فضلا عن اجتماع لمجلس الأمن حول قوات حفظ السلام. مصر تشاركت في اجتماع الوزاري لمجموعة من الدول دعت إليها الولايات المتحدة لها تأثير ولها اهتمام بالشأن السوري. الرئيس السيسي سوف يشارك في اجتماع بدعوة من السكرتير العام حول ليبيا، يشارك أيضا باعتبار مصر عضو بمجلس الأمن في الاجتماع الذي يعقد اتصالا بعمليات حفظ السلام، واللقاءات الثنائية العديدة والتواصل مع أصدقاء مصر مع الدول التي تحرص مصر على تنمية علاقاتها بها سواء سياسيا أو اقتصاديا، كلها بتجعل من هذه المناسبة فرصة للعمل على تعزيز المصالح المصرية وأيضا طرح الرؤية المصرية. وحول اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قال شكري أن مصر تريد الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المباحثات سترتكز حول مبدأ المصلحة المشتركة. العلاقات المصرية الأمريكية طبعا علاقات متشعبة، وهناك اهتمام من قبل الجانبين لأن تكون هذه العلاقة علاقة مواتية وتؤتي بثمرها بالنسبة لهما. العلاقة استراتيجية ممتدة على مدى 40 عام ولها مكونات عديدة، من ضمنها مكون المساعدات، الحوار فيما بيننا والتداول والإعراب كل جانب عن رؤيته لكيفية تطوير العلاقة، وأيضا رؤيته إزاء القرارات التي قد تتخذ من الجانب الآخر وإلى أي مدى هي تسهم في تعزيز هذه العلاقة أو أن تؤدي إلى عكس ذلك. هناك طبعا قضايا الإقليمية والدولية وقضية عملية السلام هتكون على أولويات اللقاء غدا، ولكن هناك اهتمام من قبل مصر باستمرار علاقتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة. وبسؤاله عن الخطاب المتناقض لقطر، أكد شكري أنها محاولة للتخلص من ضغط الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن قرارات هذه الدول نابعة عن رؤية شاملة لمكافحة الإرهاب. محاولة طبعا لرفع الضغط، وهذا الضغط تولد وترسخ مع الإجراءات التي اتخذت من قبل الدول الأربعة. كانت دائما هناك إشارات وهناك تقدير بأنه هذه السياسة هي سياسة منوعة للتحالف الدولي لمقاومة الإرهاب، وهناك شواهد ظاهرة في رعاية واحتضان عناصر معروف انتماءاتها ومعروف توجهاتها، في قنوات تطلق سموم من التطرف ومن شرعنة الأعمال الإرهابية، ولكن أتت قرارات الدول الأربع وخروجها بهذا الشكل الواضح إلقاء المسؤولية بما عزز من لدى المجتمع الدولي من هذا الانطباع، وعلى أسس من أدلة ومن إجراءات تتخذ من قبل دول مسؤولة. نشرة الثانية مستمرة مع حضراتكم من أون لايف، وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تعقد اجتماعا مع ممثلي المنظمات الحقوقية لمواجهة التقارير المشبوهة. أهلا بحضراتكم مجددا.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس الوزراء شريف إسماعيل مبدئيا على قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وقرر تشكيل لجنة وزارية لوضع ضوابط قانون نقابة الفلاحين على أن تنتهي اللجنة من عملها في غضون أسبوعين. كما وافقت الحكومة بالإجماع على تعديل بعض نصوص قانون السكك الحديدية، ووفقا للتعديل فإن عقد الالتزام مع القطاع الخاص سيكون لمدة 15 عاما، فيما تمت إضافة مادة بالقانون تنص على تغليظ العقوبة على التعدي على السكك الحديدية. فيما أكد وزير النقل هشام عرفات أن المجموعة الاقتصادية وافقت خلال اجتماع مجلس الوزراء على دعم قطاع السكك الحديدية ب100 مليون دولار. تختتم اليوم فعاليات التدريب المشترك المصري الأمريكي النجم الساطع 2017، والذي تنفذه عناصر من القوات المسلحة المصرية والأمريكية بقاعدة محمد نجيب العسكرية، التي شملت تدريبات مراكز القيادة المشتركة بين الجانبين. فيما أعلنت صفحة المتحدث العسكري أن الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد مشروع الرماية بالذخيرة الحية باشتراك عناصر المشاة الميكانيكي والمدرعات والمقذوفات الموجهة المضادة للدبابات. عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اجتماعا مع عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية لتبادل الرأي في سبل مواجهة التقارير التي وصفها بالمشبوهة عن حالة حقوق الإنسان في مصر. وخلال الاجتماع استنكر رئيس اللجنة ما فعله أمير قطر وجلوسه مع مدير منظمة هيومن رايتس ووتش، واصفا سياساته بأنها ذات وجهين، مؤكدا أن المؤسسة لم تصدر أي بيانات بحق القضية الفلسطينية أو بشأن ما يحدث بحق مسلم الروهينجا في ميانمار. الحقيقة المقابلة بتاعت امبارح كانت تؤكد ذلك ما بين تميم حاكم قطر، اللي الحقيقة مش عارف يعني هل هذا الرجل يعي ما يفعله في الأمة العربية؟ يعي ما يفعله في الوحدة العربية؟ يعي ما يفعله في دماء الأمة العربية؟ مش هقول المصريين بس، لا، في مصر وسوريا وفي العراق وفي اليمن وفي فلسطين. لما يقعد مع رؤوس المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ويستقبله استقبال الفاتحين، ويستقبله هذا الاستقبال ولم يصدر تعليق واحد من هذه المنظمة عما يحدث في ميانمار، لم يحدث تعليق واحد عما يحدث من قتل الفلسطينيين كل يوم، الاعتداءات التي تحدث. التقى رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب ميميش وفدا من المستثمرين والشركات الألمانية التي تم توقيع 5 اتفاقيات معها لإنشاء مصانع في المنطقة الصناعية لشرق بورسعيد. وقال الفريق مهاب ميميش في بيان له أنه تمت دعوة الشركات الألمانية التي اجتمع بها خلال زيارته لألمانيا لتفقد مواقع العمل في شرق بورسعيد للبدء في تنفيذ المشروعات المتفق عليها، مشيرا إلى أن الوفد الألماني أبدى استعدادا ورغبة في ضخ استثمارات بالمنطقة الاقتصادية. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو شبه جماعي خلال التعاملات بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب وسط اتجاه بيعي للمستثمرين المصريين. وبعد ارتفاعه في المستهل عكس مؤشر اي جي اكس 30 الرئيس اتجاهه بعد مرور اول 90 دقيقة بنسبة بلغت 2%. فيما ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة بلغت 88%. فيما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة بلغت 64%. من مقر البورصة المصرية ينضم إلينا الزميل مينا مكرم مراسلنا من هناك. مينا، ماذا عن التفاصيل بينما لم يتبقى سوى دقائق لانتهاء هذه الجلسة؟ نعم أحمد، لازلنا نتابع اليوم جلسة الأربعاء وتداول البورصة المصرية. كما ذكرت هناك أداء متباين اليوم في البورصة المصرية ومؤشراتها المتنوعة. بدأت الجلسة في مستهل التداول بارتفاع جماعي لعدد من المؤشرات، فيما اتجهت بعض المؤشرات للانخفاض قليلا في منتصف التعاملات، حيث بلغ مؤشر اي جي اكس 30 0.13% للأسهم الكبيرة، فيما اتجه مؤشر اي جي اكس 70 الى 0.86% للأسهم الصغيرة والمتوسطة، فيما ظل المؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا 0.4%، والمؤشر اي جي اكس 50 متساوي الاوزان بلغ 0.6%
بالمئة وذلك عند مستوى 2230 نقطة، وبلغ حجم التداول على الأسهم نحو 64.9 مليون سهم بقيمة 133.16 مليون جنيه، وذلك عبر تنفيذ 27.9 ألف عملية، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين والأجانب والعرب للشراء بصافي 2.3 مليون جنيه، وأيضا 3.2 مليون جنيه وذلك على التوالي، فيما اتجه المصريون للبيع بصافي 5.5 مليون جنيه. قيمة رأس المال السوقي اليوم للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية يعني بلغت أرباحه بنسبة 3.3 مليار جنيه بمستهل ومنتصف تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 733.6 مليار جنيه، وذلك بدعم من مشتريات المستثمرين العرب والأجانب. وبلغت قيمة التداولات في صباح هذا اليوم 46 مليون جنيه عبر تداول على 28 مليون سهم من خلال تنفيذ 1.1 ألف صفقة، حيث تم التداول على 81 ورقة وارتفع منها 30 سهما وتراجع 11 سهما، فيما ظلت أسعار 37 سهما ثابتة حتى منتصف تعاملات جلسة اليوم بالبورصة المصرية. جدير بالذكر أيضا أن حجم التداول بلغ على الأسهم نحو 64.9 مليون سهم كما ذكرنا، وقيمة رأس المال السوق للأسهم المقيدة ربح اليوم حتى منتصف التعاملات 3.3 مليار جنيه. هذه أبرز علامات ومؤشرات البورصة المصرية في منتصف التعاملات لجلسة اليوم، وبالتأكيد سيكون لنا متابعة أيضا مع ختام جلسة اليوم. ارتفاع شبه جماعي إذن للأسهم مدفوعة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب مقابل اتجاه بيعي للمصريين. شكرا جزيلا لك مينا مكرم حتى الساعة، مراسلنا من مقر البورصة المصرية، شكرا جزيلا لك. نظم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث مؤتمرا صحفيا تحت عنوان تصدير الأثاث أفضل الممارسات الدولية والمحلية لدعم قطاع الأثاث، إلى جانب تقديم برامج لتدريب العاملين في القطاعات المراد تنميتها للوصول لنمو اقتصادي حقيقي. إنتاج وتصدير الأثاث أفضل الممارسات الدولية والمحلية. تحت هذا الشعار نظم البنك الأوروبي للإعمار والتنمية بالتعاون مع المجلس التصديري للأثاث مؤتمرا صحفيا لمناقشة أوجه التعاون من أجل دعم قطاع الأثاث. احنا بنتكلم على تنمية القطاع بشكل عام، مش لازم الصادرات بس طبعا الصادرات مهمة بالنسبة لنا في الوضع الحالي. احنا بنشتغل على محورين، بنشتغل على محور الاستشارات الفنية والدعم الفني، وعندنا مجموعه كبيره قوي من الاستشاريين المحليين بيشتغلوا مع القطاع ده بالذات، والاستشاريين الاجانب اللي بيقدروا يساندوا القطاع. في نفس الوقت احنا عندنا برامج تمويل مباشره من خلال البنك الاوروبي وغير مباشره من خلال البنوك المصريه الشريكه. الصناعه عندنا فيها بوتنشال، فيها امكانيات كبيره جدا تؤهلها ان هي تعمل اداء احسن من اللي احنا بنعمله بكتير قوي من ناحيه التصدير لدول أخرى. محتاجين نطور حاجات فنية، محتاجين نطور حاجات إدارية وحاجات تسويقية. فالتعاون على الأوجه المختلفة دي، سواء كانت أوجه ليها علاقة بالإنتاج والحاجات الفنية، أو ليها علاقة بالحاجات الإدارية أو التسويق، أو استخدام تكنولوجيا المعلومات بطريقة إفكتيف وتحسن الأداء بتاع الشركة، دي الحاجات اللي احنا محتاجين نطورها. وشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والمحليين في صناعة الأثاث لتبادل الخبرات فيما بينهم وعرض أفضل التقنيات لهذه الصناعة. هي بالفعل المبادرة جيدة جدا. قطاع الأساس قطاع واعد، وفي المرحلة الحالية بيحصل فيه تطورات سريعة. التعاون مع البنك الأوروبي، أنا بشكل شخصي تعاونت من تقريبا من حوالي سنة تقريبا، وكانت التجربة ناجحة جدا. أنا شايف أن احنا كقطاع نقدر نستفيد منهم بشكل سريع، ومعظم الشركات في هم بيقدموا خدمات تقدر تساعدنا فنيا واداريا. جهود يبذلها البنك الاوروبي للتنميه والاعمار بالتعاون مع المجلس التصديري للاثاث من اجل دعم الصناعه المصريه وزياده حجم الانتاج والمشاركه في جهود دعم الاقتصاد القومي وزياده الفرص الاستثماريه. نسمه شفعي، اون لايف. وصلنا مع حضراتكم إذن إلى ختام جولة أنباء الثانية، هذا تذكير بأهم ما ورد فيها من أنباء. السيسي يلقي اليوم كلمة مصر أمام قمة مجلس الأمن الدولي حول إصلاح عمليات حفظ السلام.
في كلمته أمام الأمم المتحدة، الرئيس السيسي يؤكد أن مصر مستمرة في دعم جهود التوصل إلى تسوية سياسية في ليبيا. مجلس الوزراء يوافق على قانون نقابة الفلاحين ويعدل بعض نصوص قانون السكك الحديدية. ختام هذه النشرة قدمناها لحضراتكم من أون لايف، بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار والتقارير من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم متابعة الأخبار أولا بأول عبر حساباتنا الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وكذلك قناتنا الرسمية عبر موقع يوتيوب. إلى الملتقى بحول الله.